طيبوا أصواتكم أسماعكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب التحيات في هذا اللقاء، لقاء المحبة بين مجلس إدارة نادي النويدرات وأهالي القرية الكرام. لن نطيل كثيرا في حديثنا، آملين أن نوجز كل ما أمكننا ذلك. وقبل أن نشرع في اللقاء نبدأ بآيات بينات من الذكر الحكيم، والأخ القارئ عباس البربوري نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
الشكر الجزيل للأخ القارئ عباس البربوري على هذه التلاوة. برنامجنا كلمة لرئيس النادي، يعقبها الحديث عن شؤون البناء في النادي، بعدها الحديث عن شؤون كرة السلة، ونختم بأسئلة الحاضرين ثم وجبة العشاء. نبدأ بكلمة لرئيس النادي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بحضوركم معنا في هذه الليلة، وفي الحقيقة هذه يمكن أول لقاء من نوعه بين الإدارة والأهالي، فنشكركم على هذا الحضور. وطبعاً بيكون مثل ما قال أبو آية المواضيع اللي إحنا إن شاء الله بنتحدث فيها، وبيكون باختصار. نعم. أوكي. فلقاءنا اليوم مثل ما طرح أبو آية المواضيع اللي بنتحدث فيها إن شاء الله، والغرض هو الاستماع إليكم أكثر من الكلام، فما نحب نطول عليكم، نحاول نوجز في كلامنا، ومثل ما قلت نركز على استفساراتكم وعلى اقتراحاتكم، لأن هذه في الحقيقة هي مؤسستكم. وما مثل ما تابعتون أن هذا الآن المبنى جاء نتيجة متابعات وصبر، وفي الحقيقة الأعضاء الإدارة ما قصروا، كلهم يعني اشتغلوا كفريق واحد. في الوقت نفسه أنا لا يعني أرجع إنجاز النادي للإدارة الحالية فقط، وإنما إلى إخواني اللي سبقوني أيضا من بداية تأسيس النادي للآن. كل الإدارات ما شاء الله اشتغلت بجهد واضح وبإخلاص، وما يدلل على ذلك كل التقارير اللي صدرت من المؤسسة أو من جهات التدقيق. نادي النويدرات من أفضل الأندية على صعيد الالتزام، الحمد لله ما سمعنا ولا مشكلة أو أي يعني شبهات على مدار كل الإدارات اللي مروا قبلنا. فأنا أوجه تحية إلى كل إخواني أعضاء الإدارة السابقة والأعضاء طبعاً وهذه القرية. والآن نبدأ برنامجنا، فليتفضل أخ أبو آية ويعطي الدور للشيخ. بارك الله فيك، شكر جزيل الأستاذ محمد علي إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي النويدرات على هذه الكلمة المقتضبة المقتصرة. نبدأ بالحديث عن بناء مقر النادي، والأستاذ محمد جعفر مرهون. السلام عليكم ورحمة الله. أتكلم عن النقطة الأولية في برنامجنا، وهي النقطة الأساسية ربما تكون، اللي هو مشروع بناء النادي. طبعاً مشروع بناء النادي مر بعقبات ومشاكل في الطريق إلين وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها. بنلقي عليكم شوية نظرة تاريخية تسلسل. في نوفمبر 2012 كان فيه المناقصة عشان بناء النادي، هي طبعاً جت عقب ما انتهينا من الإجراءات الإدارية ويا المؤسسة على أساس أن احنا بناء النادي. في يناير 2013 المقاول هدم المبنى القديم. طبعاً بعد ما انهدم المبنى القديم المؤسسة كانوا في إجراءات تقدمون بطلب رخصة البناء، تبين لهم للمؤسسة أن الوثيقة ما تشمل الأرض كامل، الأرض السابقة للنادي، وهي بالدرجة الأولى القطعة المبنية عليها الأرض النادي هي اللي ما كانت عليها وثيقة، حوالين المبنى عليه وثيقة والمبنى نفسه ما عليه وثيقة. طبعاً هذه وضعنا في مشاكل، ولين ما وصلنا للمؤسسة على أساس أن احنا ندخل في إجراءات إصدار وثيقة. فكانت عندنا متابعة ويا كل الجهات الرسمية اللي نقدر نوصل لها، بما فيها وزارة البلديات، إدارة التخطيط، كنا نوصل لهم بعض الأوقات بشكل مباشر على أساس نسرع في موضوع إصدار الوثيقة.
هذه كان الوضع ان المشكله في الارض، بس في نفس الوقت ملعب القدم ما كان متملك، ما عندنا وثيقه عليه. فاحنا استغلينا الفرصه ودخلنا على موضوع ملعب القدم، ودخلنا موضوع القدم ويا موضوع الارض نفسها، والحمد لله وفقنا في ان احنا نتملك ملعب القدم بالاضافه الى الارض اللي كنا نطالب فيها. موافقه الديوان الملكي صدرت في سبتمبر 2013. في اغسطس 2014 اصدرت الوثيقه. طبعا هذه تلاحظون في فتره سنه واحده، السنه هذه كانت هي السنه العسيره علينا، لان بعد ما صدرت موافقه الديوان الملكي كانت الاجراءات الاداريه صعبه ومعقده، وحتى الوصول الى الجهات الرسميه مختلف الجهات، التوثيق، التسجيل، كل الجهات كنا نحاول نوصل لها بشكل غير رسمي. احنا ما مخولين نوصل بشكل مو رسمي، لكن سعينا كل جهدنا ان احنا نسرع في العمليه، طرقنا كل باب ان احنا نسرع في كل عمليه. حتى في بعض الاوقات جينا على نفسنا ان احنا نكشف وجهنا على ناس ما كان المفروض نسويها، بس اهم شيء ان احنا ننجز الموضوع. في اكتوبر 2014 بعد ما صدرت الوثيقه اجتمعنا مع المؤسسه من جديد على اساس نراجع المستجدات الموجوده، ومن ضمنها موقع المبنى، من ضمنها الارضيه نفسها. كانت الارضيه من الترتان اللي هو النوع القديم، واحنا كنا طالبناهم ان يحطون لنا الارضيه الخشبيه، والحمد لله وفقنا ان احنا نحصل الارضيه الخشبيه. في نوفمبر 2014 المقاول بدأ في مشروع البناء، والمتوقع حسب البرمجة عندهم أنه المفروض في يوليو 2015 السنة هذه المفروض نستلم المبنى. طبعاً هذه الرسمة تبين الوثيقة والخارطة الملكية الأرض المملوكة. هني هي المحلات الحالية، المحلات التجارية اللي ملك النادي. هذا المكان القديم، المبنى القديم موقعه، بس طبعا هني ما اعطونا بالضبط نفس الشيء، استقطع من عندنا تقريبا 5 متر على اساس مشروع توسعه الشارع. بعدين هذا الشارع نفسه على اساس انه يوسعونه. في المقابل تملكنا الارض كامل، ارض الملعب، بس طبعا مو ارض الملعب كامل، السبب انه موجود اذا تلاحظون ممر خدمات الكهرباء موجوده وهذا متملك، فما كان ممكن ان يعطونا الملعب كامل لان هذه اساسا مملوكه. طبعا من ضمن الارض نفسها مساحه الارض 7533، المساحه السابقه للارض اللي كان عليها الاشكال لما بدينا المشكله تقريبا 2500، بمعنى ان احنا نجحنا في ان احنا نحصل 3 أضعاف الارض اللي كان عليها الاشكال. عندنا طبعا في الواجهه، الميزة الأساسية في الأرض اللي موجودة عندنا واجهة تجارية على شارعين، اللي هو شارع هذا نفسه الممر الخدمات، هاي شارع تجاري، وشارع 44 شارع تجاري. هاي الجهتين فيهم ما يقارب 175 متر طولي واجهة تجارية. طبعا احنا هذه المساحة نحاولنا بكل طريقة ان احنا شلون نقدر نستغلها ونستثمرها افضل طريقه، افضل استغلال اليها. فراعينا بعض النقاط، بعض الجوانب فيها. اول شيء نستغل اكبر قدر من المساحه عشان المشاريع المستقبليه، وهي المشاريع ممكن تكون مباني تخدم الانشطه في المستقبل، او ممكن تكون مشاريع تجاريه. راعينا لازم تكون توزيع الاستخدام نفسه يكون يراعي متطلبات وزاره البلديات. يطالبونك في نسبة معينة من المواقف، يطالبونك بنسبة بارتدادات، يطالبونك بأشياء ثانية، لازم تراعيها التخطيط نفسه، يراعي هذه الجوانب يتوفر فيها هذه الصفة. نقلل المساحات الميتة، المساحات الميتة المقصود فيها المساحات اللي زوايا ملوسن كذا، لازم بحيث انه ما يحتاج ما تصير عندنا مشكلة ان هي مساحة ما نستفيد منها، من خلال ان احنا ممكن نبني فيها مستقبلا مباني خدمات، سكن عمال وما الى ذلك. الشيء المهم في الموضوع في التوزيع اللي عندنا، لازم يكون عندنا مرونه في ان نستغل المساحات الباقيه. حاليا بينبنى المبنى النادي،
بس المساحات الباقية متبقية، هاي المساحات لابد أن يكون فيها مرونة، بحيث أنه لما يجي مجلس إدارة جديد، يجي جمعية عمومية، ممكن يكون عندهم توجه مختلف للاستفادة من هذه المساحات، المرونة تكون موجودة. طبعا هذه حاليا الموقع المبنى، هذا موقع المبنى. الموقع السابق كان موجود هني، هاي الموقع السابق، هاي المحلات التجارية. هذه احنا عندنا تصور شلون نتكلم عن المرونة، وشلون تصورنا لاستغلال المساحات اللي على اساسها حددنا موقع المبنى. في تصورنا ان ممكن هذه المساحة نستفيد منها ان نسوي ملعب كرة قدم سداسيات منور، وملعب الترتان، هذه نفس الملاعب اللي موجودة في المنطقة. المساحة الباقية طبعا هذه كلها واجهة تجارية، فهي هذه مساحة مرنة حق الاستثمار، سواء تكون محلات تجارية في الواجهة، أو أنه ممكن تكون الزاوية هاي المنطقة اللي تحت كامل تستثمر كمجمع تجاري، فهذا خاضع إلى جمعية العمومية للنادي ومجلس الإدارة في المستقبل شلون يستفيدون من هاي المساحات. هذه طبعا الحين خارطة المبنى الجديد شنو يتكون منه. الدور الأرضي فيه الصالة الرئيسية اللي هي صالة الألعاب. الصالة الرئيسية تستوعب ملعب كرة يد، مو كرة سلة، ملعب كرة اليد أكبر من كرة السلة. وعندنا من المدخل في النص على المنطقة اللي على الجهة اليمين، هاي منطقة اللي فيها أنتم كرامة دورات المياه وخزانات حق اللاعبين، خزانات تغيير اللاعبين ودورات المياه. المنطقة الثانية المقابلة لها بتكون فيها صالة الحديد ومنطقة العلاج الطبيعي. الدور الأول من الدرج على اليمين، المنطقة على اليمين هي منطقة المكاتب الإدارية، كل المكاتب الإدارية صار في منطقة واحدة مع بعض. والجهة المقابلة لها في قاعة استقبال للضيوف، ومن بعدها موجود قاعة رئيسية على أساس ممكن تسوي فيها يعني ندوات، تسوي فيها محاضرات، تسوي فيها أي فعاليات ثانية. طبعا هذه رسم تصوري حق واجهة المبنى شلون بيكون شكله بعد ما يكمل إن شاء الله. طبعا المشروع سابقا كان في المنطقة هذه، وضمن المشروع التسوير بيكون، كان مفروض التسوير لمنطقة تقريبا هني، بس لأن الحين الموقع تغير، فهم الآن حاليا ضمن المشروع هذا وضمن الميزانية الموجودة بيقدرون يسوون جزء من السور اللي هو مبين باللون الأزرق. طبعا ما اعتذروا على انهم يكملون السور كامل، لانه ما في مجال، الميزانيه المرصوده ما تستوعب ان تكمله السور. على هذا الاساس احنا تصورنا ان احنا قاعدين نعد الحين نجهز طلب مشروع جديد مباشره الان، ما بننتظر لين يكملون المبنى. المشروع نفسه بنستفيد من موضوع تكمله السور، لازم نكمل السور، لان في هالحاله المنطقه المبنى مفلوت في البر، وبنحاول قدر الامكان ان ندرج ضمن المشروع نفسه ان يبنون لنا ملعب كره القدم السداسيات، وهذا بيعطي لنا مجال شويه ممكن تقدر تستوعب شويه بعض الانشطه الثانيه اللي بتعلق بكره القدم. يعني هذه طبعا مسعى ما ندري ايش كثر نوفق فيه، نبذل كل جهدنا ان احنا نستفيد من الوضع، وضعيه السور نفسه، ان احنا نحصل السور ونحصل ملعب. طبعا هذا الجزء متعلق بالمبنى. في الجزء الثاني احنا عندنا بعض يعني بما ان احنا بنستلم مبنى جديد، لازم يكون عندنا تصور في بعض الفعاليات والانشطه اللي ممكن نبدا يعني نشتغل عليها ان احنا عشان نقدر نشغل المبنى. ومن ضمن هذه البرامج ممكن نرجع فعالية يوم المعاق كنا نسويها في النادي، ولما نهرب النادي توقفنا عن إقامتها، فبيكون فرصة أن احنا نرجعها من جديد. يوم المعاق كان واحدة من الفعاليات البارزة في النادي.
باعتبار أن عندنا شريحة كبيرة من المتقاعدين في القرية، فممكن إحنا نعد برامج حق المتقاعدين وكبار السن يستفيدون من المبنى في الفترة الصباحية، اللي عادة يكون الحركة في النادي يكون أقل بكثير من الفترة المسائية. ممكن نرتب نسوي ندوات توعوية، محاضرات تثقيفية، دورات تدريبية متخصصة، وطبعا شفتوا لاحظتوا أنه موجود عندنا المكان اللي ممكن نستوعب فيه الفعاليات هذه. ممكن يعني نسوي بعض الفعاليات مع أندية المنطقة، ممكن فعالية مشتركة مع أندية المنطقة، ممكن تستفيد من صالة الحديد نفسها، نرتب عملية اشتراك في صالات الحديد، نكثف من الفعاليات المشتركة مع مؤسسات القرية. حاليا عندنا احنا اوريدي تعاون بيننا وبين الخيرية والجمعية الحسينية، تعاون قائم في فعاليات مشتركة، بس بوجود المبنى ان شاء الله ممكن يفتح لنا المجال ان احنا نوسع من التعاون هذه ويحتضن العديد من الفعاليات. النقطة الأخيرية اللي هي فعالية اللي ممكن نسويها، النساء، في مطالبات من النساء بأن يكون لهم نصيبهم في استخدام النادي، وهذه ممكن مستقبلا نرتب لها أن يكون في فترات معينة يكون النادي مفتوح للنساء، يقدرون يمارسون فعالياتهم، سواء هي فعاليات اللي عندهم متعلقة بالرياضة أو برامج نساء أو برامج توعوية أو أي كانت البرامج. هذه خاضعة إلى مجموعة النساء اللي بتتقدم واللي هي بتحط برامجها. طبعا الأهم من كل هالأنشطة اللي قلناها، الأهم من هذه أن هي كل هالأنشطة تحتاج الكثير من الجهد، تحتاج كوادر تعمل. مجلس الإدارة لحاله 9 أشخاص لا يمكن ينجز هذه الفعاليات. مجلس الإدارة بيكون جاهز أنه يهيئ الأرضية، يهيئ المكان أنه ممكن تقام هذه الفعاليات، بس هذه يتطلب جهد ومبادرات من الأعضاء ومن الأهالي في المنطقة في القرية. بدون هذا الجهد هذه البرامج كلها ما راح تكون مجرد حبر على ورق. احنا دائما نكررها ونقول ان النادي يخدم القريه وابوابه مفتوحه للجميع، نعيدها ونكررها. طبعا هاي في كل زياراتنا اللي سويناها من قبل المجالس الرمضانيه بالدرجه الاولى كنا نكرر هذه الجمله ونريد نعيدها من جديد ونكررها من جديد، ان النادي بابوابه مفتوحه للجميع، والمفروض ان الكل قادر على أن قد يخدم في النادي مثل ما يخدم في أي مؤسسة ثانية. الجزء الثاني كرة السلة ويوسف تصرف. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. شوية أبو علي يتكلم عن المبنى و... أوكي. شكرا أبو آية على التنبيه. محمد علي مرهون، وأنا رئيس جهاز كرة السلة في النادي، المسؤول على كرة السلة في النادي، وشاركني المسؤولية في كرة السلة طبعا في تنظيم الفعاليات ومجهود اللي يقام به الأخ سلمان العجوز. أبو علي يتكلم عن المبنى الجديد و شنو البرامج المقترحة إليه، بس في فترة عدم تواجد المبنى خب النشاط الأساسي في كرة في النادي هو كرة السلة، وكان هذا تركيزنا. وفترة عدم تواجد الصالة كانت نمر بظروف صعبة على أساس إن شلون نقدر نسير النشاط ونبقى على خارطة كرة السلة. طبعا مجلس الإدارة الحالي كمل جهود مجالس الإدارة السابقة. في فترة من فترات إدارة النادي السابقة كانوا يعتمدون على لاعبين من خارج القرية، وكان المهارات أو اللاعبين الموجودين في الفترة هذه ما كان عندنا وفرة من اللاعبين من أبناء القرية، فاستعنا بلاعبين من خارج القرية لغاية ما قدرنا نشكل قاعدة من اللاعبين اللي تقدر توصل إلى الفريق الأول. كانت هذه فترة نعمل فيها جهد كثير، وقدر في هالفترة مجلس الإدارة السابق يحط كرة السلة في النوادرات على خارطة كرة السلة في البحرين، وحقق مراكز متقدمة وكان منافس.
بس هذا ما كان يعني مع مجلس الإدارة الجديد صار فيه تغير في التوجه، إنه كان عندنا إمكانية إن إحنا نقدر نعتمد على أبناء القرية في لعبة كرة السلة، فكانت الاستراتيجية إن إحنا نشكل فرق النادي من أبناء القرية واعتماد على أبناء القرية بشكل كبير. فبدأنا العمل وتوصلنا إلى إن إحنا الفريق الأول كله بنسبة 100% من أبناء القرية. طبعا هذا صار بشكل تدريجي على اعتماد على ابناء النادي. النتائج كانت ايجابيه جدا ومشجعه ان احنا نستمر بنفس التوجه بنفس الاستراتيجيه. في اخر موسمين لاعبي فريق الرجال جميعهم من ابناء القريه وحققنا نتائج ايجابيه جدا. طبعا بنوصل بعدين الى شنو النتائج والاشياء اللي حققناها. من الانجازات مع المجموعة نفسها من لاعبين أبناء القرية، العام الماضي كنا في حققنا المركز الرابع على مستوى الدوري، مقارنة بالإمكانيات المتوفرة عندنا بعدم توفر صالة كنا يعني نبذل مجهود جزء كبير من طاقتنا نبذلها على أساس نحاول نوفر صالة للفريق، وكان هذا يعني بالتعاون مع أندية مع اتحاد المعاقين مع اتحاد كرة السلة، بس كان هذا جهد متعب ان انت بشكل يومي تطلع الى منطقه مختلفه اساس تتمرن. في حققنا المركز الثاني هذا الموسم في الدوره التنشيطيه دوره كاس رئيس المؤسسه رئيس الاتحاد. تاهلنا مبكرا في هالموسم الى الدور السداسي، وهذا يعني بفضل جهود الاخوان مدربين واداريين ولاعبين. تم اختيار 3 لاعبين للمنتخب، منتخب الرجال، وهم محمد بطي، إبراهيم البصري، وحسن عمران. وهذا يعني يدل على شيء، يدل على أن العمل اللي يقوم به كمجموعة قاعد يأتي بثماره ونوصل مجموعة من اللاعبين إلى مستويات متقدمة. على مستوى فريق الشباب حققنا المركز الثاني في الكأس في الموسم الماضي والمركز الثالث في الدوري. فهذه كلها كل الجهود هذه كانت يعني مركزة على أساس نستثمر في أبناء القرية. على مستوى الفئات السنية ضعفنا عدد فرق، يعني كان فيه عدد قليل من اللاعبين المتوفرين، يعني يلا نكمل العدد المطلوب، بس الآن عندنا عدد الحمد لله كفاية من القاعدة لعب فرق الفئات السنية الصغيرة، ونعمل على مضاعفة العدد بشكل أكبر. طبعا على اساس نوصل لهي النتائج جت بجهد ان احنا تعاقدنا مع مدربين مؤهلين اكاديميا، يعني مجموعه المدربين اللي تعاملنا وياهم مدربين او استجلبناهم على اساس يشتغلون مع الفريق الاول مدربين مؤهلين اكاديميا وعندهم مستويات متقدمه في التدريب. طبعا بذلنا المجهود ان نوفر كل مستلزمات التدريب ووضعنا خطه برامج مفصله الى الفئات السنية، وكنا نستعمل مدرسة الإمام علي في المعامير. مع الظروف الصعبة يعني في فترة الصيف كنا نتمرن مساكين الصغار ظروفهم يعني كنا نتمرن في الصيف وكانت الصالة المكيف مالها خربان، يعني فكان هذا واجد مضني للصغار. في 2012-2013 فريق الناشئين حقق المركز الثاني في الدوري والكأس، وتم اختيار طبعا عدد كبير في الفئات السنية الأخرى إن إلى وصولهم إلى المنتخب، فمنتخب الناشئين وصل فيه كل من عمران يوسف عمران ومحمود سعيد عمران، منتخب الأشبال حسين حسن عبد الوهاب، منتخب البراعم عامر حسين عمران، عادل حسن عادل ضيف، وعباس فاضل مدن. هاي يعني بعد يبين ان مستويات المتوفرة عندنا كلاعبين وخامات موجودة في القرية قادرة انها توصل الى افضل مستويات وتوصل الى المنتخب. طبعا النتائج اللي تحققت على المستويات مستوى الرجال ما جاءت من فراغ، في كان في تخطيط وفي تطور تدريجي، فكنا نروح معسكرات مع الفريق، طورنا من كنا نطلع من الى الامارات بعدين رحنا للكويت، والموسم هذا طلعنا معسكر الى تركيا. طبعا
لأن تنتقل من منطقة الخليج إلى منطقة تركيا، فتركيا تعتبر كرة السلة متقدمة جداً، وكانوا في 2010 منظمين لكأس العالم لكرة السلة. فمعناته أنت قاعد تتكلم تلعب مباريات ودية وتجريبية مع فرق متقدمة، يعني مستوياتهم عالية. من ضمنها أيضاً مشاركة الفريق في بطولة الشارقة في فبراير 2014 العام الماضي. احنا ما نظرنا بس الى الجانب الفني، ونحن نحاول ننتج لاعبين بمهارات متقدمه وعاليه، طالعنا الجانب الثاني واللي هو اللي مكمل الى موضوع اللاعبين، وهو تاهيل اداريين وتاهيل المدربين. فكان فيه المدربين من ابناء القريه ابتعثهم النادي لدورات تدريبية داخل البحرين وخارج البحرين، تأهيل الإداريين مشاركاتهم في دورات تدريبية اللي نظمها اتحاد السلة واللجنة الأولمبية في البحرين، حصول أعضاء مجلس إدارة على شهادة الإدارة الرياضية متخصصة متقدمة محاضرة، يعني هاي محاضرة دورة رياضية فيها شهادة ومحاضرين دوليين، الحمد لله توفقنا أن نحصل على الشهادة. أعتقد أوكي. يعني إحنا الآن وصلنا لمرحلة إن بتكون صالة النادي متوفرة، والنادي مو مبنى، النادي أهل الديرة هم اللي شكلون النادي، الرافد الأساسي أساس إن يكون فيه حياة، في نشاط داخل القرية، وهذا هو أهل النويدرات. وإحنا على أساس نستمر بصورة أفضل، نطمح ان يكون اولياء الامور يحثون ابنائهم على التواجد ويانا. احنا لان اللاعبين الموجودين ويانا لا ننظر فقط الى ان احنا نستغلهم ان يلعب في نشاط رياضي وبس، ننظر ايضا الى تفوقهم في الجانب الدراسي. فجميع لاعبين الفئات، كل من يحتاج الى دورات تقويه الى قبل الامتحانات، ننظم لهم دورات تقويه ويحضرون دروس تقوية على أساس نأهلهم دراسياً. يعني مو ما نبغي لاعب يكون بس لاعب، نبغيه لاعب وشخص منتج ومفيد في المجتمع. هذا كل اللي عندي أنا، ما أدري طارق. بارك الله فيك أبو يوسف على هذا الإيجاز. تحدثنا عن مشروع البناء. مشروع البناء هدم النادي في يناير 2013، كنا دخل في عملية قيصرية، كنا نامل أن تستمر ساعات إلى أيام، لكنها صارت شهور، كادت أن تصبح سنوات، لكن بفضل جهود العاملين يعني سنة سنتين شوي ما دخلنا في الجام. الحمد لله الآن النادي بدأ في البناء، نأمل أن يكون جاهز على بداية يونيو بإذن الله يكون جاهز، والنادي نادي الجميع مثل ما أشاروا الإخوة. بالنسبة إلى السلة، فمئة بالمئة الآن الاعتماد على أبناء القرية، وهذا من أهم الاستراتيجيات يهدف أو الأهداف اللي كانت في الإدارات السابقة، والآن نشوفها متحققة. أعرف، وهذا مفروض كان في البداية لكن الآن الجمع أفضل. مجلس إدارة النادي يتكون من المحامي محمد علي جاسم إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ جعفر إبراهيم خاتم نائب الرئيس، عبد المنعم الشايب أمين السر، محمد جعفر مرهون الأمين المالي، محمد علي مرهون رئيس جهاز كرة السلة، يساعده سلمان العجوز أيضاً في الفئات السنية لكرة السلة، العباس عمران كرة القدم، علي الهدي اللجنة الاجتماعية، وحسين البربوري مساعد أمين السر. هذا هؤلاء التسعة هم أعضاء مجلس إدارة نادي النويدرات برئيسهم. الآن المجال مفتوح للحضور، هذا الحضور الكريم الذي تجشم معنا الحضور وشاركنا هذه الدعوة. المجال مفتوح لأسئلته سواء كانت ورقية
وما أحب الورقية، يا ليت تكون صوتية. ميكروفون موجود، من يريد أن يسأل فليتفضل. ناخذ الطاولة الأولى هنا المقصورة الرئيسية أبو ياسر، ويا ليت يكون السؤال موجه إلى من؟ إلى البناء، ويعني يا ليت أبو في البناء والله في السلة. لا مو في السلة، وإنما خص المتقاعدين. متقاعدين أبو علي حياك عجل، أنت أدرى يعني بالأمور هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أبو طارق هني موجود. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى الإدارة السابقة على الجهود المبذولة، ونتمنى الموفقية إن شاء الله للإدارة اللاحقة. سؤالي باختصار، طبعا ما سمعناه يثلج بالصدر، ونبارك الجهود. سؤالي، ذكرتم في البداية أنه صالة النادي وخاصة صالة الحديد استفادة من برامج النادي في الفترة الصباحية بالنسبة إلى المتقاعدين. طبعا احنا فيها كثيرة، وكثيرا ما نتناول النقاش في المجالس وفي المساجد أيضا، أننا يعني نذهب للمسجد من وقت باختصار لأن ما عندنا برامج. فيا ليت يعني أن النادي إن شاء الله بعد افتتاحه يوفر إلينا هذا الجمع الطيب للمدرسين المتقاعدين مكان نأوي إليه، برامج معدة صحية إلى غيره، حتى يعني نستفيد من وقتنا، وإحنا أيضا بعد ننور هذا المكان خاصة في الفترة الصباحية مثل ما ذكروا الإخوان. هذا سؤال. السؤال الثاني باختصار، اختصرتم الأنشطة كلها على السلة، طبعا أنتم موفقين وكانت لكم جولات وصولات، لكن يا ليت أن القرية بعد تحتضن لاعبين في كرة القدم. طبعا الملاعب موجودة عندكم، وأكثر من ملعب موجود، وفي خامات طيبة، فيا ليت أن تحتضنون هذه الفئات إن شاء الله، وتقدمون إليهم الأشياء اللي يحتاجونها، وتحتضنهم في هذا النادي، ولكم الموفقية وشكرا. شكرا أبو ياسر على الملاحظات. بالنسبة للمتقاعدين، أنا أطلب منكم شنو تبغون؟ قدموا الاقتراحات. بالنسبة للقدم، طبعا ما بنكون بعيدين عن القدم. يمكن من الأشياء اللي إحنا الآن ويمكن محمد قالها، إن إن شاء الله الآن لما عطونا الأرض كاملة، الآن يوم عطونا الأرض كاملة بيكون طلباتنا ملعب قدم إن شاء الله. بنطلب من المؤسسة ملعب قدم. شكرا. بالنسبة للموضوع القدم، القدم طبعا عندنا حاليا عندنا تواصل مع الملاعب الموجودة في القرية وندعمهم ونساندهم، ونأمل أن يكون بعد دورنا أكبر في الفترة الجاية. للأسف الأرض الموجودة ما تستوعب مع بالقدم، بس يمكن هذه لرب ضارة النافعة. يعني إحنا الآن الحين عندنا قدامنا أن إحنا ممكن بكرة نطلع نطالب أن ما عندنا ملعب قدم نحتضن فيه الشباب، نحتضن فيه كذا، فهذا يمكن يفتح لنا المجال ان احنا نطلب ان يخصصون لنا ملعب كرة قدم، حتى لو في منطقة ثانية، حتى لو مو منطقة اللي فيها النادي. بالنسبة الى برامج المتقاعدين، فهذه من اولويات مجلس الإدارة ان يكون هناك برنامج معد للمتقاعدين في الفترة الصباحية. ممكن اقول لك ابشرك ابو ياسر، بإذن الله أول ما يفتح النادي دعاء الصباح عليك في النادي إن شاء الله. تفضل أبو علي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر إدارة النادي على هذا اللقاء وما قاموا به من جهود، وبالخصوص مجلس الإدارة الحالي طبعا، ونخص بالذكر مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة السابق الأخ أبو أحمد إبراهيم خاتم، وأيضا الأستاذ علي درباس في فترة السابقة
على الجهود المبذولة من أجل الرقي بالنادي. طبعا أنا إذا ممكن أخ محمد جعفر ترجع بس إلى رسمة النادي أو المخطط، بس هذه رجع للثانية. طبعا أنا أتمنى من إدارة النادي أن تأخذ في عين الاعتبار موضوع تسوير النادي بجدية، سواء وفرت المؤسسة الميزانية لتسوير النادي باقي الجزء أو لم توفر. يعني لازم تولون هذا الأمر اهتمام كبير، لأن موقع الأرض والواجهة هذه تثير اللعاب. يعني باكر يجيك قصة معينة تطير هذه النتفة هاي اللي عندك، لأنك أنت أصلاً ما عليك حسب المخطط ما عندك أي مبنى فيها فاضية، فبكل سهولة أنك تجي تختصر المنطقة هذه وتؤخذ. فأتمنى أن لو أن المؤسسة ما وفرت ميزانية لتسوير هذا الجزء أن يتم تسويرها، مثل ما يقول مثل المال السايب علم السرقة. فأرجو أن يتم تسوير هذا الجزء. طبعا بالنسبة للنادي وعملية الهدم والمخاض اللي تم فيه هذا الجماعة، يعني الكثير يتساءل ليش النادي راح في هذا اللوب، وليش انهدم النادي قبل ما تحصلون الرخصة، ليش ما حصلتم؟ بس أنا يعني لأن بحكم كوني قريب من الموضوع، الخطأ الأساس طبعا من الجهات الرسمية، ما كان مفروض تنزل مناقصة رسمية من دون وثيقة أو من دون إجازة بناء. فالإخوان طبعا تفاجأوا بهذا الموضوع، عادة ما تكون وثائق الرسمية موجودة في المؤسسات اللي تابع لها اللي هو هذه المبنى أو هذا النادي. فكان للأساس ما يهدم النادي إلا بعد الحصول على الإجازة والرخصة الرسمية، وما تنزل مناقصة، لأن هني فيها شوية حد إشكالية بعد قانونية في الموضوع هذا. نقطة أخيرة باختصار، حبذا لو الأخوان القائمين على الإعلامية، عندكم موقع يا جماعة في النادي وعندكم إنستغرام، يعني لو كل يوم تأخذون لكم صورة صورتين إلى النادي، الناس تتابع شنو التطورات اللي صايرة، أو عندك البرنامج. يعني الناس إحنا أنا من أحد القريبين من النادي، لو تسألني متى بينتهي المبنى، ما لو ما سمعت المعلومة الحين ما أدري. فلحبذا بعض المعلومات في إنستغرام، عندكم سايت تحطون معلومات، الناس تدخل تعرف ترى هذا النادي وصل لهالمرحلة، وصل لهالمرحلة. والله يعطيكم ألف عافية، مشكورين جماعة. شكرا أبو علي على الملاحظات، طبعا ملاحظاتك دائما تثرين حتى بعيد عن هذا اللقاء. كان يعني أبو علي واحد من الأشخاص اللي دائما يبدي ملاحظاته عن قرب وبشكل مباشر ومتواصل، يعني ما ملاحظات أبو علي ما تنقطع عننا. هذه ملاحظته هي تعتبر ملاحظات هذه قليلة في بالنسبة للملاحظات اللي قالها لنا من قبل. بالنسبة لموضوع التسوير، احنا طبعا أمامنا الفرصة ان احنا نحصله كمشروع ونكفي شر التكاليف بناء سور لحالنا من ميزانية النادي، ومن خلال ان احنا نحصله من طريق المؤسسة. ويمكن الوضع اللي موجود الآن نادي بدون سور راح يحط المؤسسة ويحطنا احنا كمجلس الإدارة في إشكال، ان احنا شلون نحافظ على هذا المبنى، شلون ممكن يتعرض لسرقة، ممكن يتعرض لأي وضعية. فهذه يمكن تخلي الوضع نفسه، هذه الوضع الحالة اللي احنا فيها، تهيئ الأجواء أكثر انه ممكن يكون في قبول إلى مشروع التسوير من المؤسسة. ولو انه يعني الجانب الثاني فيه ان احنا الآن عندنا مشروع يطلب يعطونا مشروع ثاني، فيها صعوبة شوي، نتوقع الصعوبة، بس لأن الموضوع نفسه ما يحتمل التأجيل، نأمل أن نحصله من خلال المؤسسة. ولو ما حصلناه من خلال المؤسسة، أكيد أن إحنا ما راح نغض الطرف على أن إحنا مستلمين مبنى وبدون سور
ونستمر بهالوضعية لازم نسوي حلول حتى لو ترتب عليها يعني أعباء مادية على النادي بشكل مباشر. الإعلامية أبو عايف، بالنسبة للموضوع اللجنة الإعلامية، إحنا ما أدري كل ما نجيب إعلامي يروح يصور له صورتين في المباريات ويهرب مرة ثانية، ما أدري ليش يعني، رغم أن إحنا ندفع عليه مرتب. في الجمعية يشتغلون بالمجان وفي الصندوق يشتغلون بالمجان، إلا في النادي يقولون يبغون راتب ونعطي راتب وبعد يريد يهرب. بس نأمل أن الموضوع اللي ذكرته جدا مهم، في الأيام القادمة راح نعيره أكثر اهتمام بإذن الله. وبالنسبة للتسوير إن شاء الله يتسور، وإذا ما سور بنسوي جامع، جمعية ما بتقصر. أستاذ سلمان، بسم الله، جاري العزيز تفضل. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً مشكورين على هذا اللقاء وجزاكم الله ألف خير، وعلى القائمين والشكر موصول للقائمين على هذا المشروع من بدايته إلى نهايته إن شاء الله موفقين. سؤالي طبعاً أن أضم صوتي إلى أستاذ عبد الله ربيع بالنسبة للمتقاعدين، وأتمنى أن ما تغفل هالنقطة هذه بالنسبة للمتقاعدين، أتمنى أن بالفعل يعني تركزون عليها، لأن إحنا خلاص ملينا ودخلنا ونبغى متنفس إلى أن نفرغ اللي عندنا، نبغي قاعدة، تبغوا علينا اشتراكات بندفع. رجب مسكين تعبان ومحتاج للراحة بعد هالعناء هذا. أتمنى تركزوا على هالنقطة هذه. النقطة الثانية اللي عندي، من ضمن الأنشطة اللي عندكم قلتوا تحديد أوقات للنساء، يعني عندكم فعالية للنساء في النادي بتكون إن شاء الله. أسأل ليش ما وجهت الدعوة للعنصر النسائي اليوم، كونهم أنتم من ضمن برنامجكم عندكم هاي هالبرنامج هذا، ليش ما دعيتونهم؟ في ناس متفتحين في الديرة ومثقفين ووصلوا لمراكز كبيرة، نتمنى إن في جزات ثانية ما يمنع إن تدعونهم. النقطة الثالثة اللي عندي وأركز عليها، وأتمنى إن يكون هناك تعاون وثيق بين اللجان الثلاث، لجان الثلاث، النادي والجمعية والصندوق، لأن هذا لما يكون هناك فيه ترابط بين المؤسسات الثلاث، مو بس في الأعراس وفي جميع المجالات، راح يكون له أثر كبير على فعاليتكم ونجاحكم في كل مشروع. أتمنى هاي المؤسسات، التعاون بين المؤسسات الثلاث يكون حاضر في مجال في أنشطتكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ودمتم. بعد ناخذ سؤال ثاني اذا ممكن بعدين نجيب. ودي الميكروفون بعدين الاستاذ سلمان. مساء الخير. قبل كل شيء الشكر والتقدير لرئيس مجلس الاداره وللاداره الفريق الاداري على كل الجهود اللي بذلت خلال الفتره هذه. انا سؤالي عن المبنى الثاني اللي هو مطعم البوم، في مشروع جاي من الحكومة أو من الدولة على أساس أنه يكون في كوبري، هل الإدارة الحالية الآن عندها علم بالموضوع، مسألة التعويض، مسألة الكوبري، مسألة كذا؟ فما أدري، مع العلم أن في وثيقة موجودة يعني إلى المقر، هيبة موجودة والوثيقة موجودة عند الإدارة الحالية، فيا ليت الإدارة تفيدنا بالموضوع هذا وشكراً. بإذن الله بيفيدك أبو علي في الموضوع. بعد نأخذ من أبو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نجدد الشكر، وقد سبقني الأخوة الكرام إلى تقديم أسمى آيات الشكر للأعضاء القائمين على نادي النويدرات الثقافي والرياضي،
وعلى الجهود التي بذلوها ويبذلونها في خدمة أهالي القرية. ومما يثلج الصدر هذا التقارب بين المؤسسات المجتمعية الثلاث، بين الجمعية الخيرية والجمعية الحسينية والنادي. هذا التقارب أدى إلى مزيد من تلاحم المجتمع، وبالطبع انعكس أثره على الحالات الاجتماعية، فهناك زيارات لمجالس، وهناك هدايا تقدم لمرضى، وهدايا تقدم للمتزوجين، وهذا غيظ من فيض. نتمنى أن يكون هناك تلاحم، أن يكون هناك تلاحم أكثر ليؤدي إلى مزيد من التواصل الاجتماعي. أسئلة يمكن لا، يمكن بس في تعقيبات، يعني اسمحوا لي أن أقدمها. النادي، نادي النويدرات الثقافي والرياضي، مؤسسة عريقة منذ سنوات كانت على أشدها يعني، وكانت كخلية نحل يعني في الجانب الرياضي، خصوصا في الجانب الثقافي يعني. بس معذرة يعني الآن نرى قد خبى يعني هذا التوجه، على أمل أن يتجدد إن شاء الله مع الإطلالة الجديدة لبناء نادي النويدرات المتكامل. فنسمع تلك المحاضرات القيمة، ونشاهد تلك التمثيليات الهادفة، إلى غيرها من الندوات القيمة، وإلى غيرها أيضاً من الرحلات اللي كانت يعني تشكل جزءاً من نشاط القرية بمختلف مستوياته، قد لا يساهم مثلاً في تمثيلية أو لا يساهم، لكنه يساهم في الحضور لرحلة من الرحلات التي كانت تمتد على تقريباً مدار السنة. فمزيد إن شاء الله حسب ما رأينا في مستقبليات النادي أن تكون هناك مثل هذه أو بروز لمثل هذه المظاهر الثقافية. أيضاً نشد على أيديكم وتوجهاتكم المباركة في الوقوف على أقدام ثابتة في مجال السلة، لكنه نتمنى أن لا يكون هو المجال الوحيد. عاصر النادي عدة ألعاب في وقت لم تسمح له ظروفه، فهناك التنس الطاولة، وهناك كرة اليد، وهناك وهناك. فالذي نرجوه أن يكون لهذه الألعاب، إذا لم يكن لكرة القدم باعتبار أن المساحة لا تغطي الحاجة المطلوبة، فليكن هناك لكرة اليد نشاط، لكرة الطاولة نشاط. ونقطة كما ذكرها الأخ تشكر عليها إدارة النادي، وهي التوجه للاعتماد على أبناء القرية في تحمل المسؤولية، توجه لطيف نادينا به من زمان بعيد. ففي المثل الغابر يقول: ما حك جلدك غير ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. صحيح قد نعتمد أو نطعم للنهوض بمستوى الفريق بخبرات خارجية، لكن لا يكون همنا هو ذلك. فالاعتماد على هذه الفئات فيها خير في مختلف المجالات، تحتاج إلى دعم من مختلف النواحي، مادية معنوية. فإذا أولينا هذه الناحية اهتمامنا فستؤتي ثمارها كما أسلفتم وذكرتم. كما أنه أيضاً للتوجه نحو هذه القيادات التدريبية أيضاً
يجب أن تحظى بعناية أكبر عن طريق الدورات أو عن طريق الاحتكاكات أو عن طريق غيرها من الأشياء التي تساعدهم على زيادة مهاراتهم وصقلها. هذا ما لدي وشكراً لكم. شكراً جزيلاً أبا سعيد. هي ليست أسئلة بل هي توجيهات لنا جميعاً نأخذها بعين الاعتبار. سؤال آخر وندعو إلى الاختصار في السؤال. طعوا لك إلى أسئلة يا أخي، جمعوا أسئلتكم في واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الأحبة. إن شاء الله دائما لقاءاتنا لقاءات الود والألفة والاجتماع، فأحيي أساسا كل من دعا إلى هذا الاجتماع. فعلا كنا نعاني يعني من زمان طويل أن هناك فجوة بين المجتمع وبين النادي. الحمد لله رب العالمين بدت معالم هذه الفكرة تتغير تتبدل ويزداد المجتمع ترابطا وتواصلا، فشكرا لكم وشكرا لكم. أنا بخصوص قربي من خلال عندي ابنين أولاد اثنين يلعبون كرة السلة، فعلا فعلا كلمة يجب أن تقال بخصوص مجلس إدارة وبالأخص جهاز كرة السلة. فعلا كل منا يتمنى ولده يكون يعني شاطر في الدراسة، بس أنا بالخصوص لما لقيته وشفته من اهتمام منقطع النظير، من اهتمام من مجلس إدارة وبالذات كرة السلة بالتحصيل الدراسي للطلبة، يعني متفهمين جدا جدا ومتابعين جدا جدا. أنا أعطيكم نموذجين، يعني ولدي مثلا متفوق يحصل يعني تقدير ومكافأة. طبعا ما يخفى عليكم أن اللاعبين، هاي معلومة، لاعبين كرة السلة يستقبل يعني ممكن يحصل مكافأة مالية رمزية. بالعكس هي تشجع كثيرا هؤلاء الطلبة أو هؤلاء اللاعبين. أنا ابني في عيد ميلاد يكرم من خلال مجلس إدارة، يمكن أنا تفوتني بس مجلس إدارة بذات سلة يرعون هذا الجانب، فتحية وشكر لكم جميعا. أنا عندي في الأخير، بما أن النادي في طور بناء صرح ضخم في 2014، كم رجوت أن يكون هذا النادي بحق مشروع نادي متكامل ونموذجي، ولكن للأسف لعل وعسى سقط سهوا. أنا لدي مقترح وفكرة ومشروع. هذا النادي هناك مرفق حيوي جدا جدا غاب على بالكم ولا لا؟ إنشاء حمام سباحة. هذا النادي لو استغل استغلال جيد بهالمساحة الكبيرة، أنا عملت، أنا أتكلم من جانبي اللي عشته، حمام السباحة هذا لن يجعل النادي في معزل، بالعكس ممكن استغلاله كمشروع ومركز صيفي. شبابنا في وين؟ إحنا يروحون أندية ثانية، يروحون حمامات ثانية، فما بالك لو أنشئت هذه المنشأة لكانت مركزا صيفيا يهدف إلى خدمة أبناء المنطقة كاملة بالذات منطقة النويدرات. وما عندي مشكلة لما أكون أحد المشرفين إذا طلب مني ذلك في إنشاء مركز صيفي. شكرا لكم، بارك الله فيك، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا أستاذ. لا لا لا، بعد خلنا ناخذ، مو مشكلة. يا كلها شكرا. واصل أستاذي لو. السلام عليكم. في البداية نشكر إدارة النادي على هذا اللقاء، ولا نعتبره أنه في وجهة نظري يمكن كان في لقاء سابق، يمكن في السنين الأول السابقة ما أدري، بس اللي أشوف أن هذا اللقاء الأول يعني. وبصفتي أحد إداري
ملعب النجمة لما تعرف عليه ملعب الساب، أوجه شكري إلى إدارة النادي بتعاونها ويانا في كل الأمور في جميع مساعدات اللي يحتاجها الملعب. عندي بعض النقاط. أستاذ محمد علي طرح أنه تأهيل كوادر إدارية ومدربين، بس ليش ما تحطون تأهيل كوادر حكام؟ يعني احنا اللي نشوفه في الديرة ان ما عندنا الا حكم واحد كرة سلة اللي هو استاذ سعيد، وكان في السابق حكم كرة قدم اللي هو حسن جمعة. ليش ما ادارة النادي نفس هذه يطرحون هاي المسألة بالتعاون ويا المؤسسة العامة عشان ان يكون عندنا كوادر من هذا الجانب؟ وشكرا. تنتقل للجهة الثانية سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. نحيي القائمين على هذا اللقاء، وإن كنا نأمل بأن يكون هذا اللقاء يعني من مدة سابقة جدا، ليكون هناك تواصل ما بين النادي الذي هو يمثل مؤسسة عريقة موجودة في القرية وبين أهالي القرية. طبعاً الكثير الآخرين أو الآخرون سبقوني في بعض النقاط الموجودة. نتمنى من الإدارة الحالية بأخذ الاعتبار جميع النقاط. هذه المؤسسة العريقة نرى أن من ضمنها أيضاً أن تدخل العنصر الدماء الجديدة وهي الفئة الشبابية. طبعاً لا نقلل من شأن من خدموا طوال هذه السنين، ولكن أيضاً دخول العنصر الشبابي يفيد جداً في تطور وأيضاً رؤية ورسالة المؤسسة، ولكم جزيل الشكر. يلا ودي تهيم لا تتأخر واجد وبسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا انا اشكركم في البدايه على مثل هذا اللقاء، بس انا سؤالي كم عدد اعضاء النادي، كم عدد الاعضاء في النادي اعضاء القريه يعني، ويا ريت منكم تفعلون مساله العضويه، يعني تدخلون في ما قال الاخ جليل دخل دماء جديده بالنسبه للموضوع بس. اوكي، قبل ان ننتقل للجهه الثانيه راح بس ناخذ سكان سريع على الإجابات. أبو علي، بالنسبة للمبنى الثاني مطعم، بالنسبة لاستفسار أبو أحمد بالنسبة خصوص مطعم البوم، صحيح كلامك، في مشروع جاي، مشروع جسر بدل الدوار. بحسب علمي شخصيا، مو بحسب الجهات الرسمية، ان المبنى راح يتاثر بالمشروع، ولكن لحد الان حتى وزاره الاشغال لحد الان ما تواصلت مع المؤسسه العامه للشباب والرياضه ولا اي جهه ثانيه، لان هذا لا زال في طور التخطيط بالنسبه للموضوع الملعب، موضوع البوم، مطعم مبنى البوم. كان واحدة من الأفكار أن احنا ممكن نتحرك نطلع وثيقة جديدة باسم النادي، تراجعنا عنها لأن هي ممكن تفتح لنا أبواب في غير وقتها. فضلنا احنا ننتظر يجي الطلب. طبعا لما يكون في مشروع مثل هذا مبنى راح ينشال، من ضمن الإجراءات بالنسبة للأملاك الخاصة يسوون إجراءات تملك، بس بالنسبة للأملاك الحكومية يتواصلون مع الجهة الرسمية، الجهة الحكومية الرسمية، واللي احنا نتبعها هي المؤسسة العامة للشباب والرياضة. فإذا في أي شيء من جهة الأشغال راح يتواصلون مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة علشان إنهاء موضوع هذه. طبعا احنا ما بنقدر نقول إن نوقف المشروع عشان ما نشيل المبنى، بس لربما يفتح لنا الباب إن احنا لابد أن نطالب
موقع بديل. حسب معلوماتي الشخصية بأن الجهات الحكومية ما تعوض مادياً مثل الأملاك الخاصة، الجهات الحكومية تعوض بأرض أو تعوض في موقع ثاني. فهذه طبعاً إحنا الآن ما نقدر نستبق الأحداث ولا نقدر نسوي أي إجراء أي خطوات في هذا الاتجاه، ننتظر شنو اللي يجي لنا في الطريق علشان نقدر تالي نتفاعل معه. طبعاً إحنا بحكم المعرفة اللي موجودة عندنا إحنا مجهزين نفسنا لخطط وبدائل شلون نتعامل مع الموقف هذا. بالنسبة لأبو محمود حمام السباحة، طبعاً من خلال اختيار الموقع المبنى الحين عاطلنا مساحات فاضية. المساحات هذه استغلالها شنو نوعية الاستثمار فيها؟ نوعية الاستغلال هذه متروك إلى الجمعية العمومية ومتروك لمجلس الإدارة اللي بيكون يتولى عملية الاستثمار في هذه المساحة. لربما تكون استخدام مثل ما ذكرنا مباني خدمية وممكن تكون مباني تجارية، ما ندري شلون يكون بوضعية الاستثمار. طبعاً مشروع مثل هذا حمام سباحة، طبعاً المؤسسة العامة هي دائماً تسوي حمامات السباحة في الأندية، لا بد أن يدرس بشكل صحيح الجدوى ماله، الفائدة من وراه، سواء الفائدة المادية أو الفائدة من خلال استفادة المسبح نفسه. عندنا مثال نادي سترة، شخصياً ما عندي فكرة، نادي سترة عندهم حمام سباحة بس شخصياً ما عندي فكرة إذا كان مستثمر ومستفاد منه بشكل صحيح أو لا. طبعاً هذا أمر غير مستبعد لما يكون فيه مشاريع فكرة استفادة من المشاريع، الباب مفتوح للكل إنه ممكن يقدم مقترحاته وآراءه. حتى المرحلة الجاية الاستفادة من المساحات ما راح يكون قرارها حكر على أعضاء مجلس الإدارة، الأكيد إن إحنا بنوصل إلى الأشخاص المختصين. ومثل ما سوينا بالنسبة للوضع الحالي حتى اختيار موقع المبنى وصلنا لأشخاص مختصين في هذا المجال، وصلنا لمكاتب هندسية مختصة علشان نشوف وين الموقع الأنسب للنادي. طبعاً إحنا ما نحاول نسوي كل شيء لحالنا، إذا في شيء نقدر نعرف فيه بنسويه، إذا ما نعرف فيه لازم نروح للاختصاصيين في المجال. قبل أن نشرع في سؤال آخر، كان الحديث عن الجانب الثقافي، نعم سيفعل الجانب الثقافي مع المبنى الجديد بإذن الله، وهناك قاعة مختصة لهذا الجانب. نأمل أن تكون المشاركة من أبناء القرية أكثراً فأكثر في هذا المجال. أيضاً بالنسبة لتأهيل كوادر حكام، فكرة جميلة، نتطلع إلى من يريد، يعني من لديه الرغبة في ذلك نتعاون معه ونعمل دور التأهيل بإذن الله. الأعضاء أبو يوسف، إحنا النادي شوي فقراء في الأعضاء، 150 عضو عندنا، إن شاء الله حب نطلع بيصير 151، أنت أول واحد بنسجلك في العضوية القادمة، ومع الفترة القادمة راح نفتح باب العضوية لأن بعد نادي جديد وحليو وهذا، فالناس بتستانس إن شاء الله، بتكون العضوية أكثر في هذا المجال. نأخذ الجانب الآخر في الأسئلة. الأعضاء القدماء موجودين اسمائهم، تعضوا ما تدفع الاشتراك، يقول ما نبغي اشتراك، لا مجرد إعادة تفعيل العضوية بس، لا الابتعاد عن الفترة هذا يفقد العضوية، بس نسوي لها إعادة تفعيل، والكل عضو في هذا النادي سواء تسجل أو ما تسجل. ناخذ الجانب الآخر. يعطيك العافية. طبعاً عندي ثلاثة نقاط. النقطة الأولى اللي هي بغيت أسباب توقف نشاط كرة القدم، يعني لا تعطيني سبب تقولي أنه ما في ملعب، هذا العذر مو مقبول، هذا رقم واحد. لأن مثل ما هيئت صالة مدرسة الإمام علي لكرة السلة تستطيع أن تتهيئ ملعب لكرة القدم، فالعذر مو مقبول من الحين. اثنين، اثنين يعني العذر مو مقبول من الحين، لا تقول لي انه ما في ارضيه او ما في مكان صالح، العذر مو مقبول. اثنين،
العرض اللي طلع من عند الأستاذ محمد مرهون اللي هو حق كرة السلة حاط من ضمن النقاط بناء قاعدة. أتساءل أنا هل بناء القاعدة كان من الإدارة السابقة أو من هذه القاعدة أو من هذه الإدارة عفوا؟ طبعا إذا كانت من الإدارة السابقة فأنا ما لاحظ أن بنيت أي قاعدة للفئات السنية، والدليل النتائج السلبية للفئات السنية من الصغار والبراعم، فئاتنا نتائجها مخيبة للآمال والكل يدري. أما بالنسبة للإدارة الجديدة، أنت قلت لي بناء قاعدة، أوكي على المدى البعيد، ما أعطتني تاريخ، ما أعطتني سنة، هل من المعقول أن أنا نخلي هدف مفتوح ما في له تاريخ؟ هني سؤال بعد. ثالثاً، النقطة الأخيرة اللي تكلمت عنها اللي هي الأعضاء 150 والأخ 151، شلون تسألون يعني أن عزوف أبناء القرية للدخول في النادي؟ طبعاً أنت تقول أن الأعضاء 9. من خلال متابعتي للنادي وأمور النادي أن أي أحد يقدم عضوية للنادي لازم موافقة 3 أعضاء من الأعضاء الموجودين، يعني لازم يسكونه. مثلاً على سبيل المثال لو أنا قدمت ورقتي عضو للنادي لازم أنتظر تسكية من 3 أعضاء، يعني بالمنطق أقل حتى يعني ما حتى نص الأعضاء لازم موافق لي على العضوي. فهي سؤال محتاج إلى شرح مفصل. شكراً. نواصل الأسئلة بعد إذا ممكن. مساكم الله بالخير. طبعاً أول إشادة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي والأعضاء السابقين على جهودهم الطيبة في إنجازاتهم اللي حققوها طوال المسيرة الماضية. وأنا حقيقة الأمر ليست لدي أي استفسارات وإنما عندي مجموعة مقترحات. شيء طيب بأن نحن نلتقي في هذا اللقاء الطيب، وأنا أعتقد بأن هذا اللقاء الطيب يعطينا فسحة من اللقاءات المتتالية والمتعاقبة خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وليكن هذا اللقاء خلينا نسميه لقاء رقم 1، ويكون هناك لقاء سنوي، لقاء سنوي بين الأهالي مع إدارة مجلس إدارة النادي بحيث يتكرر مثل هذا اللقاء. نعتقد بأن مثل هذا اللقاء يثمر ويغني بالأفكار الطيبة مثل ما طرحت في هذه الليلة. وأتمنى أن يكون هناك لقاءات مستمرة سنويا على الأقل مرة واحدة كل سنة. الأمر الآخر ما أشار إليه أبو ياسر فيما يتعلق بموضوع المتقاعدين، أنا أعتقد بأنه يجب أن نستثمر كل الإمكانيات المتاحة في البحرين بنحصل فيها خدمة لأبناء هذه القرية. هناك تجربة في البحرين فيما يتعلق بأندية كبار السن. أندية كبار السن موجودة حالياً ومنتشرة في كثير من يعني حتى المناطق، وفي ذلك منطقة سترة على سبيل المثال ومنطقة بوري وإلى آخر من هذه المسائل. أنا أعتقد بأن يكون هناك مبادرة من خلال تشكيل فريق من الأهالي مع إدارة النادي لإعداد تصور لمثل هذا المشروع بحيث يرى النور مع بداية العمل النادي في مرحلته الجديدة بعد ما يكون إن شاء الله البناء مستكمل. وأنا أعتقد هذه المسألة ممكن نحصلها حتى من خلال منحة مالية نحصل فيها من وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها بأنها الجهة المعنية بموضوع كبار السن وهي تمول هذه المشاريع. وأنا أعتقد بأن لو تقدمنا بمثل هذه المشروع ربما نحصل على منحة مالية سنوية تؤهلنا بأن احنا نغطي تكاليف مجموعة الأنشطة والبرامج اللي احنا ممكن نقدمها حق هذه الشريحة. الأمر الثالث، في أثناء استعراضكم للأنشطة والفعاليات المتعددة المستقبلية أعتقد هناك فئة مهمة جدا يجب أن نوليها الاهتمام. اليوم احنا قاعدين في هذا اللقاء هناك فيه مجموعة من الأطفال، يا ريت بأن يكون النادي في المرحلة القادمة يعطي اهتمام أوسع فيما يتعلق بالأطفال والناشئة وخاصة في مجالات يعني غير رياضية، يعني بالتحديد مجالات علمية، مجالات ثقافية، مجالات فنية، مجالات كذا إلى آخر من هذه المسائل. فأريد بأن هذا المشروع أو هذه بأن المرحلة القادمة تأخذ هذا الاتجاه.
الأمر الآخر والأخير في عجالة أيضاً، أنا أعتقد بأن النادي مو غائب عن باله، وحتى من خلال لقاءاتنا مع رئيس مجلس الإدارة الاحتفائية الخاصة بافتتاح النادي في بعد اكتمال المبنى، أنا يتروالي بأن هذا الموضوع أيضاً يجب أن يتسلط الأضواء عليه من الآن، ونحاول أن يكون هناك جهد مشترك من قبل الأهالي في الاحتفال بهذه المناسبة. ولكم الشكر وآسف على الإطالة إن أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ونجدد أيضا شكرنا وثقتنا ب مجلس إدارة النادي، والإخوان أكل الكثير من كلامنا، ولذلك لن أكرر وسأركز باختصار أيضا على بعض النقاط. في العرض أشرتم إلى الجانب الثقافي، وأنا أقول من تجاربنا يعني مو بس النادي، حتى المدارس، حتى مؤسسات أخرى، الجانب الثقافي دائما حتى لو أخذ مساحة ضئيلة في النهاية يركل. إلا أقوله أأمل ألا يكون النشاط الثقافي مجرد أمل في الخطة، لذلك أنا أقول النادي عليه أن يجهز الآن خطة ثقافية ويستعين بذوي الشأن الثقافي في القرية ويشوف اهتماماتهم ويوصل مثل ما قال أخونا أبو طلال إلى فئات عمرية يعني مختلفة. هذا واحد. الشأن الثقافي في رأيي يحتاج يركز على قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أن يكون هناك تنمية لدى هؤلاء الشباب والناشئة والأطفال وحتى الكبار أيضاً لمواجهة التحديات اللي يعيشونها الآن، وأنتم تعرفون قصدي، ويكون هذه المواجهة بقيم أصيلة، قيم تماشي ذاتنا الحضارية يعني. ونقطة أيضا وهذه مهمة أنا أشوفها، أنه يموت الكبير السن والمعمرون وينتهي كل شيء، مهن ما في مهن معينة معلومات عنها ما في، حركة النساخين في القرية ما حد يدري، حركة جوانب كثيرة ثقافية يعني، كان معلم القرآن مثلا ما في لا حتى دراسات لا كتابات، وحتى لو حصلنا كتابات أو شيء كلام مجرد يعني، ما في للآن وعي حقيقي بتاريخ القرية يعني، فلان من الناس كان مغسل، فلان من الناس كان معلم قرآن، فلان من الناس كان ينسخ الكتب للمآتم، هذول أدوا دور. فإحنا يعني نتخلى شوي عن أنانيتنا وننطلق عشان نقول لأجيالنا الجدد هذولا هذا تاريخكم، أين وجرات 300 سنة أو أكثر أو أقل، هذه كانت فيها في القرن 14 الهجري حركة ثقافية نشيطة مؤسسة على النسخ، كان فيها الله يرحمه حج حسن أبو عبد الله بن حسن بن سرحان وحج أحمد بن معراج وفلان وفلان مجموعة، أنا جمعت منهم حوالي يجي 10 أو 11 يعني. فأعتقد يعني لهم الحق علينا، وأرجو ألا أكثرت، وأشكركم بعد أيضا، ونتمنى يعني أن يكون لكم التوفيق وشوية تحققوا نوع من التوازن ما بين جوانب مختلفة. حياكم الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما عندي أسئلة أريد أسألها، لأن كان في بالي بعض الأسئلة والإخوة اللي سبقوني
طرحوا هذه الأسئلة. بس أحب أوجه الشكر الجزيل إلى الإدارة الحالية للنادي والإدارات السابقة على هذا الترابط الاجتماعي بين النادي ومؤسسات القرية، وفي هذا الخصوص شكر نيابة عن مجلس أبو صلاح اللي هو محمد علي محمد عبد الوهاب، لأنكم وجهتم دعوة إلى هذا المجلس، وربما هناك أيضا دعوات إلى مجالس أخرى، فوجب علينا الشكر نيابة عن أبي صلاح وكافة مرتادي هذا المجلس، فشكرا لكم. النقطة التي أود أن أطرحها بإيجاز بسيط جدا أو سؤال مختصر، أنا عايشت مشكلة اللاعبين في كرة السلة في مدرسة الإمام علي عليه السلام لما كنت في التدريس. طبعا الأولاد بحاجة إلى ضبط في سلوكياتهم، باختصار أن الكثير من اللاعبين يطغى عليهم الجانب الحركي النشط، بمعنى بصورة مبسطة أن المدرسين كانوا يتضايقون كثيرا من هؤلاء الطلاب الذين يتدربون أو يمثلون كرة السلة في النادي. طبعا ليس كل الطلاب، وأشد على كلام أبو محمود سعيد عمران. والنقطة الثانية التي أود الاستفسار فيها، حدثت مؤخرا هجرة إلى بعض اللاعبين من النادي وبالخصوص في كرة السلة، فحبذا لو عرفنا أسباب هذه الهجرة، لأن مثل ما تقدمتم القرية النادي يعتمد على الكوادر الشابة للقرية، وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا، شكرا للجميع على الأسئلة. نبدأ بالقدم اللي طبعا ما أعطانا عذر، ما سمح لنا نقدم أي عذر. نقدر هالشيء، نقدر هذه حرصك على أن يكون في تحرك في موضوع القدم. نشاط كرة القدم في داخل النادي كما كان يعني يقوم عليه النادي بشكل كامل صحيح متوقف مدة طويلة. الملعب جزء من الموضوع صحيح، لكن الجزء الأكبر إنه يعني لابد أن يكون الشباب نفسهم عندهم استعداد أنهم يعملون ويجون يشتغلون في القدم. الأخ عباس عمران طبعا هو القائم على كرة القدم السنوات اللي فاتت، وعنده تواصل بشكل مستمر مع الملاعب كلها. احنا سعينا قدر الامكان ان احنا نكون داعمين وبشده حق الملاعب، نوفر لهم المعدات اللي يحتاجونها، حتى بعض الدورات ممكن نساهم فيها، نوفر لهم كرات، نوفر لهم اللعبه. حتى مرحله من المراحل ممكن كان من الفرق هذه يشكل فريق يشارك في بعض الدورات. طبعا الحين الدورات الصيفيه شوي بعد توقفت الفتره الاخيره. بالنسبه للعضويه هذه طبعا هذا مو شيء من عند مجلس الاداره، وله خاص بنادي النويدرات فقط، انه لازم يكون الطلب يصادق عليه 3 أعضاء. هذا نظام متبع من المؤسسه العامه للشباب الرياضه، نظام اساسي. طبعا هذا ما هو حاجز ان تقديم العضويه. سبق في الزيارات الرمضانية اللي كنا نتواصل فيها مع الأهالي، ندخل المجالس وحاملين استمارة العضوية على أساس أي أحد عنده استعداد يتقدم بالعضوية، الاستمارة موجودة، ومصادقة 3 أعضاء ما هي مشكلة، يجيبها وإحنا بنجيب له المصادقة. يعني الأمر متاح أمامكم، أمام كل شخص أنه هو يتقدم بالعضوية. وبحسب علمي إن ما في أحد تقدم بطلب عضوية ورفضت عضويته. بالنسبة لل
أستاذ سلمان مقترحاتك، شكرا جزيلا على المقترحات، مقترحات ممتازة جدا فيها العديد من الجوانب، يمكن وعدتنا على جوانب يمكن احنا حتى احنا غافلين عنها. طبعا هذه المقترحات كلها تتطلب جهود كبيرة، ونتمنى ان يكون ما يكون يحصر في ان احنا نتلقى الطلبات، والتسع اشخاص هم لازم يتحركون يسوون هذه الفعاليات وينجزون كل هذه. طبعا كل الاشياء اللي ذكرت خصوصا بالنسبه للنشاط الثقافي والاستاذ سعيد الاشياء اللي طلب فيها، في الاخير هي تحتاج كوادر، تحتاج اشخاص يكونوا موجودين في العمل. لا يمكن انجاز اي شيء من خلال 9 اشخاص، لابد ان يكون نتمنى ونامل مثل ما كان يعني تواجدكم هنا بصراحه اثلج صدرنا. نتمنى يكون لكم للاعضاء والاهالي يكون لهم دور فاعل في تسيير النشاط. ابو محمد، بالنسبه لكلمه هجره، معروف هجره يعني كم كبير هجره. احنا كان في حاله واحده عندنا ما نحب نخوض يعني من باب هذه، بس هي حاله واحده وفي الاخير هو ولدنا، يعني احنا يعني قدر الامكان ما بنقول ان الحاله منه الخطا في وين، لان هو المكان غير مناسب ان نناقش مثلها، فتعذرني بس هي حاله واحده. لا انت قلت هجره. لا احنا لان تعرف هذه امور تفصيليه، انت دخلت في ادارات وتعرف ما تقدر تتكلم فيها يعني بشكل ان تقول والله هو غلطان او احنا غلطانين، بس احنا مستعدين يعني في لا في امور فيها جوانب شخصيه، فاسمح لي يعني في هالحاله، بس هي مش هجره يعني. النقطه الثانيه، انا بالعكس يعني ارتاح لما يكون في لما تكون في انتقادات، هذا شيء، لان اذا تشتغل تغلط يعني. أنا لما يقول لك في كرة القدم ما أبغي مبررات، إحنا حاولنا مع، بس بعد إحنا مفروض نعطي اللعبة اهتمام أكثر، فهذا أنا أعتبر بعد جزء يجب أن ندرسه ونركز عليه بالنسبة للقدم. يعني في ناس بالنسبة للقدم ما أحب أعطي مبررات، إذا أعطي مبررات يعني يظل موقفنا مكانك سر. بالعكس أنا أقول في تقصير، خل إحنا حاولنا وكذا، لكن بعد في يجب أن إن شاء الله في الأيام القادمة نعطي هذه اللعبة اهتمام. بالنسبة للجانب الثقافي أيضاً أقول في تقصير، ما أقول ما في تقصير، باقتراحاتكم وجهودكم، وأن إحنا في بالنا إن شاء الله برامج مع الافتتاح نشارك إن شاء الله الأهالي. يعني على سبيل المثال إحنا عندنا عدد كبير من الكتاب ومن المؤلفين، فيعني ما أبغي أقول البرنامج الآن عشان بعد يعني ممكن بعض الظروف ما تسمع، بس على سبيل المثال أنا أتمنى من أي أحد من إخواننا ومن أخواتنا ومن أبناء وبناتنا إذا عنده مؤلف ماستر أو دكتوراه أو كتاب يقدمه لنا، لأن من ضمن برنامج الافتتاح بيكون هو تقديم عرض المنتج الثقافي لأهل القرية فقط. فإن شاء الله نعدكم خير بالنسبة لكرة القدم، ونعدكم خير إن شاء الله بالجانب الثقافي. شكرا. نأخذ آخر سؤال عند أبو طاهرة ونختم، يعني لأن بعد الانتظار واجد مشكلة يعني. لحظة ما عليه، بنجي ونرد عليك إن شاء الله، بس صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. خب دائما كل آخر واحد، بس حبيت أوضح نقطة اللي قالها الأخ محمد قبل ما يروح، هي مسألة العضوية. مسألة العضوية محمد جعفر يمكن ذكر الحين ويتذكر قبل 2 سنين تقريبا أو 3 صارت
أسمع شوي فوضى شوي. صارت جولة في المجالس، وأتذكر أنك أنت يا محمد جعفر رحت بعض المجالس أنا حملت الملف، وقال لي محمد جعفر أي واحد يبي عضوية أعط عضوية خليه يسجل. فرحت كم مجلس وياهم ودرت على شخص في المجلس، قلت له يعني سجل عضوية، فكل مجلس أطلع بواحد أو اثنين بالكثير. المجالس اللي رحناها يمكن ما تعدوا كامل 10 أشخاص، ويوم أعطيتهم الأعضاء وافقوا عليهم كامل، يعني ما في مشكلة في العضوية. يعني احنا دائما في النادي دائما الناس تثير موضوع العضوية، موضوعي ما في مشكلة أصلا، المشكلة فينا احنا مشكلة ما نبي ناخذ عضوية. يعني اليوم كان عندي يا محمد جعفر كان عندي الملف أدور على الناس تعالوا اخذوا عضوية، يقول ايش لنا بالكورة احنا بالرياضة، زي هاي مؤسساتك تاخذ عضوية، لا ما يرضى حتى ياخذ عضوية. يعني المشكلة مو في المؤسسة ولا في الإدارة، المشكلة في ان احنا ما نبغي ناخذ عضوية، كله خوف ان احنا نجي اجتماعات وان احنا نجي، فالمشكلة في ان احنا. فانا اقول اي واحد يبغى عضوية، انا بنفسي يوم كان عندي محمد جعفر الملف الكل حصل عضوية، يعني ما في مشكلة. وبل على العكس من ضمن 10 الأشخاص اللي وافقوا عليهم او اللي سجلوا وافقوا عليهم راحوا الإدارة بنفسها راحت لبعضهم وقالت ليهم نبغيكم تدشون في الإدارة. يعني لهالدرجة توهم سجلوا عضو قال له نبيك تفكر في الدخول في الإدارة، نبيك في الإدارة، الكل رافض. فيعني نقول المشكلة مو عند النادي ولا عند الإدارة، عند الناس إن هي ما تبدش الإدارة ما تبدش شارة. شكرا يا جماعة العشاء. بارك الله فيكم، صراحة شكر خاص إلى كل من حضر، لا سيما صراحة وجود أبو علي أيضا من الحج حسن موجود، يمكن الحزينام والله شيء وقاعد يانا أخرنا. أبو محمد بعد ما أقدر إذا قال بيتكلم خليه يتكلم، إحنا ما نبغى نرد أحد بعدين نقول، بس يعني ما أدري العشاء جاهز أهم شيء العشاء، الواحد يحارس العشاء. بس أنا سؤالي بسيط، تفضل عمو. أول شيء نشكركم على هذا اللقاء وهذا شيء جيد، بس أنا تمنيت أنتوا في قاعدة النادي قاعد يشتغل عليه. أنا أشوف في نويدرات كثير خريجين بكالوريوس رياضة، ليش مو النادي ياخذ دولين الخريجين ويخليهم في دورات ويستفيدهم كمدربين وكحكام؟ أنا ماشي، هل في دعوات راحت لهم هم رفضوا؟ حتى النادي يقول فعلا أنا سويت دعوات لدولين الخريجين بكالوريوس الرياضة وما استوجبوا لنا. فهذا شيء جيد، هو ولد الديرة ويمكن يفيد النادي، ومصاريفه أقل من اللي أنتم تأخذوا المدربين بتكلفة غالية. وعندكم خير مثال أبو علي صراحة، أنا أتمنى أنه يمسك الأول وفلوس اللي تعطونها المدرب الأول تأصل للنادي للأعضاء للاعبين. فأتمنى أن من خريجين الرياضة البكالوريوس يا يتجهون للنادي أو النادي يحتضنهم وهو الأصح. وشكرا. بارك الله فيك أبو محمد، ما قلته سوف يأخذ بعين الاعتبار، وإن شاء الله نشوف ولدك وأحملهم بإذن الله في المرات القادمة وفي المستقبل القريب. العشاء جاهز، أكو هجموا عليه على العشاء، نأمل من الخارجين يراعون الوضع برا شوي، يمكن ما يكون مناسب للخروج، فنرجو الحذر شوي. والشكر الجزيل لمن حضر ولمن أراد الحضور ولم يستطع.